الشهور اللي فاتت زي ما احنا شايفين ان احنا عندنا كميات من الالبان والمواطن عايزها ومحتاجها ومدعمه الدوله مدعماها زي ما احنا شايفين كراتين موجوده 30 كميات كبيره فعلا كميات من الادويه ودي صرفيات شهور سابقه يا دكتور شهور سابقه دي صرفيات شهور سابقه ومحبوسه عن البيع للمواطنين وهيتعمل دلوقتي قضيه وقال للمشترين وقال للمترددين قال ان مفيش ولا عيب عندي ولما سالت اللي واخد جلال الرئيس هيئه الرقابه الاداريه والدكتور كامل حجازي مدير اداره الصيدله وبمصاحبه برنامج من غير ميعاد دخلنا المكان ده مكان مختلف لقينا الكميات داخل الصيدليه داخل الصيدليه سامحنا شايفين كميات اهي من الالبان والمواطن محتاجه